السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الأول من محاضرتنا كان بعنوان Restriction Enzyme and DNA Digestion، وتحدثنا عنه بفيديو منفصل. أما الجزء الثاني رح يكون بعنوان Southern Blotting. Southern Blotting هي عبارة عن تقنية في المولكيولار بيولوجي تم تطويرها من خلال عالم اسمه إدوين ساذرن عام 1975. فما هي Southern Blotting؟ لنعرف هذه التقنية، فيمكن الحديث بأنها تقنية في المولكيولار بيولوجي، تستخدم في المولكيولار بيولوجي لحتى نعمل تشيكينج على وجود بارتيكولار دي ان اي سيكونس في عينة دي ان اي اور نوت، يعني لحتى نشيك عن وجود من عدم وجود سيكونس معين في قطعة دي ان اي او في دي ان اي سامبل. كلنا بنعرف انه الجين ممكن يكون له اكثر من صورة فيما يعرف بالالليلز، وذلك لانه يعني في قاعدة احنا بنعرفها في المولكيولار بيولوجي انه الامينو اسيد الواحد اللي بيكون مكون من او البيلدينج يونت للبروتين ممكن انه ينتج من اكثر من كود في الجين، لكن الكود الوحدة من الجين ما بتعطي إلا أمينو أسيد واحد. هذا معناه إنه الجين ممكن يكون له أكثر من صورة. لحتى نكشف عن صورة معينة من صور الجين أو سيكونس معين أو الليل معين موجود ولا مش موجود، فممكن نستخدم Southern Blotting. Southern Blotting تنبع أهميتها من قدرتها على استخدام إحدى خصائص DNA، ألا وهي إنه قدرة DNA fragments على إنها تعمل sticking، إنها تلتصق على النايلون ميمبرين أو نيتروسليولوز ميمبرين. وبهيك ممكن إحنا لو حصلنا على أجاروز جل موجود عليه DNA وبعد ذلك وضعنا النيتروسليولوز ميمبرين أو النايلون ميمبرين في أعلى الأجاروز جل ووضعنا فوقهم absorbent material. الأبسوربانت ماتيريال ممكن تكون تيشو بيبر، بيبر طول، سبونج، سفنجة، أي مادة إلها قدرة على امتصاص السائل، يعني إلها أبسوربانت كاركترستيك. بالطبع السائل أو البفر اللي محيط في كل من الأجاروز جل والنيتروسليولوز ميمبرين رح ينتقل بالكابيلاري أكشن لمين؟ للأبسوربانت ماتيريال. مع الوقت DNA fragment أيضاً رح يغادر الجل ويروح يلتصق بالنايلون ميمبرين. في النهاية أنا رح أحصل على نايلون ميمبرين عبارة عن mirror image of the agarose gel. فمثلاً لو كان عندي وعاء وهذا الوعاء فيه agarose gel، هاي الagarose gel طبعاً عليها يعني DNA غادرت إلى مسافة معينة، يعني صار لها يعني electrophoresis. لو أنا حصلت على nitrocellulose membrane ووضعته في فوق هذا الأجاروز جل وأيضا حصلت على absorbent material ووضعتها فوقهم، وهنا في عندي بفر، هنا يوجد بفر في الوسط، هنا في بفر. بمرور الوقت هذا البفر رح ينتقل باتجاه الأبسوربانت ماتيريال بهذا الاتجاه، وذلك لكي يتخلل داخل مسامات الأبسوربانت ماتيريال ويحدث بلل أو يعني امتصاص للسائل من خلال الأبسوربانت ماتيريال. هذه العملية تحدث بالكابيلاري أكشن، بالخاصية الشعرية، إنه انتقال السائل من الوسط إلى داخل مسامات الأبسوربانت ماتيريال اللي ذكرنا، ممكن يكون قطعة إسفنج، ممكن يكون تيشو بيبر، ممكن يكون أبسوربانت بيبر، طول بيبر. فبالتالي مع مرور البفر وانتقاله إلى الأبسوربانت ماتيريال معه أيضا ينتقل الدي أن إيه اللي موجود على الأجاروز جل إلى النايلون ميمبرين. في النهاية رح أحصل على نايلون ميمبرين
عبارة عن ميرور إيماج من الأجاروز جل إلكتروفوريسيس. هذه هي فكرة ساذرن بلوتينج ببساطة. ممكن أن ننتظر ليحدث بلوتينج يعني بشكل طبيعي بالكابيلاري أكشن يعني، وهذا يأخذ وقت، أو ممكن أنه يتم إيصال هذا الوسط بتيار كهربائي بحيث أنه يسرع من انتقال النايلون يعني انتقال الجل إلى النايلون ممبرين، ويسرع من حدوث نسخة من الدي ان اي على النايلون ممبرين. استخدامات الساذرن بلوتينج عديدة، ولكن كلها يدور حول محور واحد ومبدأ واحد، إنه أنا في عندي سيكونس معين، ممكن هذا يكون السيكونس لنورمال جين أو أبنورمال جين لأليل معين، وأنا بدي أشوف الناس هدول أو عينة الدي أن إيه هاي بوزيتيف للسيكونس اللي بدور عليه ولا لا، السيكونس اللي بدور عليه موجود ولا مش موجود. ففعلياً الاستخدامات لأيدنتيفاي أوف ميوتيشن الديليشن أو للجين ري أرينجمنت لحتى يتم يعني تنبؤ بمدى سوء الكانسر، أو يعني لتشخيص اللوكيمياز، لحتى أيضا يتعرفوا على الفاريشن التباين في الجين ستراكتشر أو جين سيكونسز، ولحتى أيضا كمان يعرفوا الهومولوجس جينز among different species، يعني يقارنوا ما بين تركيب جين معين عند أكثر من كائن حي ويشوفوا يعني كيف تتباين هذه الكائنات الحية بمدى التعقيد في يعني التركيب للمادة الوراثية لإلها وللجينات تبعتها. طيب لحتى نقوم بعمل ساذرن بلوتينج لابد إنه نمر بعدة مراحل. أول مرحلة لابد من تحضير الدي ان اي سامبل من خلال ان انا اعمل لها دايجستشن باستخدام ريستريكشن انزيم، وبعد ذلك لابد من فصل هذه العينة على الجل الكتروفوريسيس، ولابد من معالجة الدي ان اي وهو داخل الجل الكتروفوريسيس بحيث يصير له ديناتوريشن ويتحول من دبل ستراندد الى سنجل ستراندد، وبعد ذلك لابد من ان انا اعمل له بلوتينج على نايلون ميمبرين او نيتروسيلولوز ميمبرين باستخدام الفكره اللي شرحناها سابقا، اما بالكابيلاري اكشن او بتيار كهربائي بيتم وضع النايلون ميمبرين على اعلى سطح الاجاروز جل، وفي وجود ابسوربنت ماتيريال يتم نقل الدي ان اي الى النايلون ميمبرين، وبعد ذلك لابد من استخدام بروب معينه، ورح نعرف ايش يعني بروب، ونعمل لها hybridization يعني نكون ما بينها وما بين DNA template اللي هو صار single stranded، بدنا نكون ما بينهم double stranded، فبنسمي هاي العملية hybridization، وبعد ذلك نعمل detection لوجود السيكونس اللي أنا بدور عليه. فعليا أنا بستخدم بروب يعني قطعة قصيرة من DNA اللي بيكون complementary للسيكونس اللي ببحث عنه، فبيروح بيرتبط مع سينجل ستراند الدي ان اي اللي على النايلون ميمبرين وبيصيروا دبل ستراند. عمليه تكوين الدبل ستراند ما بين السينجل ستراند اللي جاي من العينه والبروب بسميها هايبريدايزيشن، وبعد ذلك بقوم بعمل ديتكشن. فعليا لو كان السيكونس اللي ببحث عنه موجود اذا رح يرتبط مع البروب، اذا رح يعني اسجل سيكونس معينه، و يعني راح اقدر اعمل ديتكشن للسيكونس اللي ببحث عنه، اما من خلال يعني تسجيل فلوريسنس اميشن او راديو اكتيفيتي معينه، يعني في سيجنال معينه راح اقدر اتعرف عليها وراح نشرحها في خطوه الديتكشن بس نيجي نتكلم عنها بتفاصيل اكثر. مرحله الدي ان اي دايجستشن بتتطلب ان انا استخدم يعني ريستريكشن انزيم معين، أو ممكن أستخدم كوكتيل من الـ restriction enzymes بحيث أنه أحصل على قطع مختلفة من الـ DNA مختلفة بالحجم، وبعد ذلك لابد أن أنا أفصلها باستخدام الجل إلكتروفوريسيس، إما باستخدام أجاروز جل أو بولي أكريلاميد
نفس المبدأ، وبعد ذلك رح أحصل على قطع الدي ان اي موجودة على الجل. وهي الصورة يعني مرت معنا بالجزء الأول من المحاضرة، وذكرنا إنه اللينز الأسطر اللي رقمها فردي فيها دي ان اي undigested، أما اللي رقمها زوجي فيها digested دي ان اي نتيجة الريستريكشن انزيم تريتمنت. بعد ذلك يتم عمل ديناتوريشن للدي ان اي وهو داخل الجل. كيف؟ بنضيف عليه مادة معينة بتعمل تحويل من الدبل ستراندد للسنجل ستراندد لهذا الدي ان اي. هاي المادة هي الصوديوم هيدروكسيد. بنضيف ان اي او اتش يعني الكالين سوليوشن على الجل، فبيحول الدي ان اي من دبل ستراندد الى سنجل ستراندد. بعد ذلك نقوم بعمل بلوتينج، والبلوتينج هو فقط نقل الدي ان اي من الجل الى النايلون او النيتروسليولوز ميمبرين بالتقنية او بالطريقة اللي احنا شرحناها في بداية الفيديو. حكينا انه بنقوم بعمل بلوتينج من خلال اننا اضيف نيتروسليولوز ميمبرين او نايلون ميمبرين على اعلى الجل، وبعد ذلك فوقهم احط ابسوربنت ماتيريال في بفر، وممكن انا اعمل الفصل او يعني البلوتينج يعني النقل من خلال الكابيلاري اكشن الكابيلاري بلوتينج، او ممكن استخدم التيار الكهربائي ليسرع عملية النقل او عملية البلوتينج. هذه هي الصورة للوعاء اللي بنحط فيه الاجاروز جل والنايلون ميمبرين وايضا الماتيريال الابسوربنت ماتيريال. هاي الصورة مقلوبة، يعني احنا لو بدنا نستخدم الكابيلاري اكشن لازم انا اعكسها، ولكن لأنه بنستخدم إلكتروفوريسز في هذه الطريقة أو يعني في هذه الصورة، فهو موضح لي هاي السهم أنه هيك النقل هيصير. يعني هاي هنا موضح لي أنه هذا جل، ويعني النيتروسليولوز ميمبرين هيو، وهي البلوكينج أو البايبتينج أو يعني الأبسوربنت ماتيريال. ف يعني الاكشن هيصير هيك، هينتقل الدي ان اي من الجل باتجاه النيتروسليولوز ميمبرين، والبفر هيتم امتصاصه هيك بهذا الاتجاه من باستخدام الابسوربنت ماتيريال. وفعليا هذا هو القطب السالب وهذا هو القطب الموجب، فالدي ان اي راح ينتقل من القطب السالب الى القطب الموجب لانه هو نيجاتيفلي تشارج، فهذا هو الاتجاه. فعليا لو انا بدي استخدم الكابيلاري اكشن فقط ما علي غير ان انا اعكس ترتيب الاشياء واستنى، يعني محتاج يكون الامر لوقت. يعني هاي صوره مكبره، هذا هو الجل نيتروسليولوز ميمبرين. الفكره هنا انه انا بستخدم الكتروفوريسز، فعشان هيك النيتروسليولوز ميمبرين اجى ترتيبه اقرب للبوزيتيف تشارج لانه او البوزيتيف الكترود، وذلك لانه الدي ان اي هيروح ينتقل باتجاه القطب الموجب. ولكن اكرر لو انا بدي استخدم الكابيلاري اكشن لا، يعني بروح بحط الجل واعلى منه النيتروسليولوز ميمبرين ومن ثم الابسوربنت ماتيريال تماما كما هو موضح بهذه الصوره. بفر لكي ينتقل الى البيبر تول تمتصه بالكابيلاري اكشن، يكون لدينا اجاروز جل with دي ان اي، وبيكون في عنا أيضا نايلون ميمبرين، فبالتالي مع الوقت بالكابيلاري أكشن بينتقل الدي ان اي من الأجاروز جل إلى النايلون ميمبرين بهذا الاتجاه، نفس حركة اتجاه البفر باتجاه البيبر تول أو الأبسوربنت ماتيريال. تثبيت الدي ان اي على نيتروسليولوز ميمبرين او نايلون ميمبرين بنسميها بلوت فيكسيشن، وهالشيء بيصير من خلال عمليه الدراينج للميمبرين نايلون ميمبرين او نيتروسليولوز ميمبرين على درجه حراره 80، او ان انا اعرضه لليو في راديشن، فهيك بيصير الدي ان اي بيرمننت على النايلون ميمبرين وما بينتقل او ما بيروح. يتم تحضير البروب او ممكن تكون كوميرشالي افايلبل يعني نشتريها جاهزه،
والبروب تعرف على إنها هي عبارة عن fragment of DNA single stranded، طبعاً متباينة الطول variable length، ممكن يتراوح طولها ما بين 100 إلى 1000 بيس، وتستخدم طبعاً to detect DNA sequence، فإذا لازم تكون هي complementary للsequence اللي أنا بدور عليه عشان تروح ترتبط معه وتكون معه double stranded. لازم تكون labeled. إذن أول إشي هي عبارة عن fragment of DNA with variable length single stranded، لازم تكون complementary للsequence اللي أنا بدور عليه ولabeled عشان يعني نتمكن من رؤيتها، تصير visualized، can be visualized. وطبعا بيتم تعليم هذه البروب من خلال راديو اكتيف يعني ماتيريال، مثلا انه يتم يعني تعليمها بنظائر مشعه من الفوسفات، او ممكن يتم اضافه لها بايوتين ستريبتافيدين بحيث انه يعني مجرد ما يعني نضيف سبستانس معينة إلها يظهر لون معين، فاللون هذا دلالة على وجود البروب، إذن دلالة على وجود السيكونس اللي عم ببحث عنه. وأيضا ممكن نستخدم بايولومينيسانت بروب، يعني يعني بروب معلمة ببايولومينيسانت ماتيريال بحيث إنه الديتكشن يكون عبارة عن يعني لايت إميشن أو يعني electric emission، فبالتالي يعني ممكن يكون ال emission أو يعني طريقة الرؤية لارتباط البروب مع ال complementary sequence اللي أنا عم ببحث عنه من خلال يعني ظهور radio activity fluorescence emission bioluminescent emission أو من خلال ظهور لون معين، فالdetection طريقته مختلفة ولكن المبدأ واحد، وجود سيجنال معناها وجود البروب، إذن موجود الكومبليمنتري سيكونس لإلها اللي هو السيكونس اللي أنا بدور عليه. يتم عمل هايبريدايزيشن، وإذا بدي أعرف الهايبريدايزيشن، الهايبريد يعني إشي غير متجانس أو إشي مش هوموجينس يعني أو هجين، تمام؟ فمعناها إنه أنا بدي أكون دبل ستراندد دي إن إيه مش من نفس المصدر، واحد سينجل ستراندد جاي من الدي إن إيه بروب، والتاني سينجل ستراندد جاي من التارجت دي إن إيه أو دي إن إيه سامبل. نظرا لأنهم مش من نفس المصدر بس أنا كونت ما بينهم دبل ستراندد، إذن هذا الدبل ستراندد عبارة عن هجين، يعني مش من نفس المصدر ومن different sources وإجوا ارتبطوا مع بعض. فخطوات الهايبريدايزيشن، أول شيء labeled probe بيتم إضافتها للreaction mixture وبنعمل لها incubation لمدة several hours بحيث إنه البروب تروح تدور على الcomplementary DNA اللي موجود على النايلون ميمبرين وترتبط عليه. أني unbound probe يعني الإكسس probe اللي ما ارتبطت should be removed، يعني should be washed out، لازم أنا أغسلها وأتخلص منها. The place where the probe is connected correspond to the location of immobilized target molecule، يعني مكان ما بترتبط البروب هذا هو مكان الدي ان اي اللي انا بدور عليه. فمثلا هنا هاي بروب مرتبطة عند التلاتة برايم على الادينين، وتم يعني عمل هايبريدايزيشن لإلها مع السنجل ستراند دي ان اي التمبلت دي ان اي اللي بدور عليه، فكونوا هايبريد دبل ستراندد. هذا الليبلينج رح يعطيني اشعاع او سيجنال معينه معناه انه صار في ارتباط، اذا السيكونس اللي بدور عليه او ببحث عنه موجود. خطوة الديتكشن تتطلب الكشف عن ارتباط البروب مع التارجت سيكونس، وهالشي طبعا إذا كنت أنا بستخدم نظائر مشعة
راديو ليبلد ماتيريال، فمعناها بدي استخدم الاوتو راديوغرافي او الاوتو راديوغرام، عبارة عن أجهزة بتبدأ أو يعني بتستخدم مبدأ العمل إنه هي تكشف عن وجود راديو أكتيفيتي. أما إذا كنت بعمل ليبلينج للبروب ببيوتين ستريبتافيدين، فلازم يصير في كالوريمتريك رياكشن، مثلا إنزيم يروح يحول سبستريت معينة إلى برودكت ملون، وطبعا الإنزيم بيكون مرتبط على هنا على هذا الكومبلكس، فبضيف له السبستريت. فلو الإنزيم موجود مرتبط، يعني معناها البروب موجود ومرتبط، فهيحول السبستريت لبرودكت ويعطيني لون. فإذا كنت بستخدم كيمي لومينيسانت ماتيريال، فبدنا نستخدم اللومينيسانس أو البايو لومينيسانت فيجواليزيشن، يعني الكشف على لايت إميشن. فوتونات بتبلش تنبعث من الكومبلكس أو الهايبرد اللي تكون، فيعني السيكونس موجود، وفي النهاية بحصل على صورة للساذرن بلوت بهذا الشكل. هذه الإشارة معناها أنه هنا البداية، يعني هان كان في بداية الممبرين، يعني أنا بقصها من الطرف بحيث أنه تبين لي وين من وين أقرأ البداية، وهذا يعني هيكون أكبر حجم للادر وهذا أصغر حجم. البلوتس أو يعني الارتباطات هاي معناها إنه يعني في دي ان اي مرتبط مع بروب، يعني هنا السيكونس اللي بنبحث عنه موجود بحجم معين. طبعا بالنسبة للأدفانتجز والديس أدفانتجز of southern blotting، الادفانتجز انه انا بكشف عن وجود disorder او sequence معين، mutation معينة، ولكن مش مهم اعرف هي وين بالضبط، يعني جنب اي جين او وين اللوكيشن تبعها بالضبط مش مهم. بالنسبة للdisadvantages time consuming، محتاجين انه نعمل اول حاجة restriction enzyme reaction، محتاجين بعد ذلك جل electrophoresis و blotting و probe preparation و hybridization و detection. فهذا الاشي ممكن يستغرق ايام، خصوصا اذا كنا بدنا نعمل blotting يعني بالcapillary action، فهذا بده time، فممكن تكون التقنية هاي time consuming. وصار في إلها بدائل، يعني هلأ في بدائل يعني أحدث وأسرع زي البوليميريز chain reaction البي سي آر، ولكن لا زالت تستخدم، يعني أحيانا تستخدم وبتكون يعني لا غنى عنها. need high quality and quantity of DNA probe أو radioactive، لازم نستخدم البروب تكون جودتها عالية وكميتها كافية لحتى تروح ترتبط مع السيجنال ومع التارجت دي ان اي، وتعطيني سيجنال كافية يمكن رؤيتها ويمكن تمييزها. احيانا يعني في ديتكشنز ممكن يعني يقوم فيها البي سي ار، ويعني لا نتمكن من اجراءها بالسادرن بلوتينج، ولكن يعني بتضل السادرن بلوتينج تقنيه وانجاز ملك في الموليكولار بيولوجي ويمكن استخدامه، ويعني احيانا بيكون الحاجه له مهمه ملحه. هذا ال يعني الملخص بيوصف لي خطوات الساذرن بلوتينج او الساذرن بلوتينج بالتفصيل. تبدا العمليه بالدي ان اي اكستراكشن، استخلاص الدي ان اي الهول دي ان اي، وبيكون في عندي جين معين او قليل معين انا بدي اكشف عن وجوده. فبيقوم الموليكولار بيولوجيست بعمل دي ان اي دايجستشن باستخدام الريستريكشن انزيم، فبنحصل على كوكتيل أو يعني عدة قطع متباينة الحجم، فبمشيها جل إلكتروفوريسز وبكون عارفة القطعة اللي أنا بدي إياها. فطبعاً هدول دبل ستراند الدي ان اي، لازالوا لابد من أنا أعمل لهم ديناتوريشن باستخدام الـ NAOH.
فبيتحولوا لسنجل ستراندد وهم على الجل. بعد ذلك بقوم بعمل البلوتينج، وشرحنا مبدأ عمل البلوتينج وفكرته إما بالكابيلاري أكشن أو بالإلكتروفوريسز، ومن ثم هايبريدايزيشن باستخدام راديو أكتيف بروب بتروح ترتبط طبعاً على قطعة الدي إن إيه اللي إحنا بدنا إياها أو السيكونس الكومبليمنتري لإلها على النايلون ممبرين. طبعاً هذا النايلون ممبرين اللي إحنا حصلنا عليه من خطوة البلوتينج. وطبعا بضيف البروب بحيث انها يعني ترتبط، وبعد ذلك بتخلص من يعني الاكسس من خلال الووش. ففي النهايه انا بحصل على ممبرين، هذا الممبرين بيحتوي على ممكن يكون مثلا باند خلينا نسميها من التمبلت دي ان اي والبروب. فبروح طبعا بكشف عن وجود السيجنال اللي بدي اياها باستخدام اوتو راديوغرافي او من خلال كاليريمتريك رياكشن او حتى كيمي لومينيسانت ديتكشن سيستم. الى هنا وصلنا الى نهايه هذه المحاضره التي كانت متعلقه بستادرن بلوتينج، شرحها ومعرفة مبدأ عملها والأدفانتجز والديسأدفانتجز لإلها واستخداماتها. وأيضا كان في فيديو بيتحدث عن الريستريكشن انزيم دايجستشنز أيضا بنفس الطريقة، مبدأ العمل والفكرة وأنواع الريستريكشن انزيمز ولماذا تستخدم وكيف تستخدم. وهيك بنكون أنهينا محاضرتنا لهذا الأسبوع، وإن شاء الله نلقاكم في محاضرات قادمة، ويعطيكم العافية.